خليك معي على الخط. يلا على السريع هيا على السرعة. يلا 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 يلا. خليك معي على الخط. عالسريع عالسريع. طيب بس حاولوا ما تخوفوش الحية، هيني ثواني. معي طيب ماشي شو يصير؟ معي أنا العصاورة ولا معناش؟ أظني معنا أو معنا. كله بلاش تشرد. شردات؟ طيب يلا اسمع. خليك معي. هيني. يلا يلا اسمع. خليك بعيد عنها، خليك بعيد عنها دشرها. هلا طلع، هيني اخذت يمين. خذ شمال، في وخمس شمال. ثواني ثواني ثواني. هاي اخرى شمال. ثواني. هاي عينك يلا في عينك يلا يلا. العصاي ورا معي. فتح الصندوق. شوي شوي. استنى استنى افتح. يا شكلها وين العصاي؟ مشان مشان مش عصاي معي. هاي دنب دنب. يا بايدة تشرب في اخر لحظة. سامي؟ لا 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 مش سامي. والله بعرف. شفت كيف؟ ده سحلة ده تفسح. في اخر لحظة رميت. زي هذيك المرة. اضوى شوف شو فيها. اشوف. اضوى شوف. لو نزلت هان خلاص. هذا شكلها بتدور على الثانية. هاي اللي زقطناها هان. هان مش فلسطين يا جمال؟ والله كبيرة. لا لا مش فلسطين. هان السهلة. لا لا. وين بكت بالضبط تمشي؟ هان بكت جاي من تحت. نون نون. وين اجت؟ بكت جاي من تحت. تحت هان هي؟ لا لا من هنا. جمال وين؟ وين طلعت كل هالمشي؟ طيب شو هاي نوع؟ هاي بقلوية بس كبيرة. السامة. هاتوا لنا ايش نحطها فيها. هات كمية خليل خليل. ارمي كمية. هاي راح يجيب كمية. اللي احنا لحقتها يا جماعة. زينا. فيش غير هاي يا زلمة. في عودك واحدة اوسع؟ ايش اوسع قال نجيبه له اي شيء. مشط من غاد لهان هي وطلعت. كيف طلعت الزاويه هاي؟ طلعت من هيان؟ من هيان اجت. استنى شوف. انا قلت خلاص شلف بس مش راح يلحقك يا جماعه. بقول لك طلع كيف؟ دنب الحيه من هيان طلع هيك مسكتها دنبها هيك ورميتها. بدون ما اعرف شنو الحيه. لانه مش مبينه. ثواني حد تطلع من هيك. طالع طالع. شايف؟ هذيك يوم زقطنا هنا نفسها؟ ما شفتيش الفيديو؟ لا نفسها هاي؟ في نفس الدور هاي هنا. زي هاي عبيت الدرج. زي هاي؟ زي هاي نفس النوع بس أصغر شوي. ما هنا هذول الحياة البقلويات بعيشين عند الدور. جاي يا زلمة صدق يسكر عليها يا زلمة. مفتوح هذا يا زلمة. هات هاي غطا هات ذهب. هذا الغطا إله؟ هات. لا 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 هات من خزك. في طايد يا جماعة. اشوف طيب كيف قلت لي هات اشوف. خلص هاي غلط احسن صدق. الو بس اذا جيب لك شيء. هذا الغطاي هاي الحمد لله. هذا الغطاي له متاكد انت؟ بالعكس بالعكس. ايوه هاي معي. والله يبارك. خلص لا بس محترمة. لا ما الجو شوف مبرد شوي الحي هيك. بطيء. مش له هذا يا زلمة. من وين له؟ ولا مرة له. هذا مش له الغطاي. شيله؟ هات الكنية هاي. هاي وسام. هات الكنية هاي. ما ايش ولا شيء.
شبه جمال هاي؟ متوضع عادي بس مش فيش فيها سم يعني. هات الغطاي، الغطاي وين؟ اعطيه الغطاي. هاي فايدة اخي. مالك يا زلمة الغطاي بيدك، مالك؟ يلا. الله يعطيك العافية جمال. يلا. سلام سلام. كل عام وانتم بخير. اليوم العيد مو صار الساعة كثير. مع الساعة 12 خلص اجى العيد، كل عام وانتم بخير. مبارك عليها عيدها. سلام شباب، كل عام. هاي الأفعى آخر لحظة لحقناها، كان ذنبها بدها تنزل، لو نزلت غاد بتبينش. معروف الأفعى البقلاوية بتعيش بين الدور، يعني معروف الكل صار عرفها في آخر لحظة، بس أنا لسه مش منتبه، يا دوب شفت الذنب سحبتها قبل ما سلامات قبل ما تنزل. الحلو في الناس إنه الناس بتحبش تقتل الأفاعي، صارت تعرف إنه هاي الأفاعي قتلها مضر يعني وعلى الفاضي وهي غير سامه.